مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان. عندما يتعلق الأمر بالجسور فإنها مفيدة جدا في أوقات السفر من حيث التكلفة ووقت السفر وغيرها من الأمور، ونحن هنا اليوم بصدد الحديث عن أروع جسور تعبر الحدود بين دول العالم. لكن قبل البدء أدعوكم بأن تشتركوا في قناتنا وأن تفعلوا الجرس لكي نستمر في نشر المزيد إن شاء الله. الجسر الأول، جسر السفير الذي يربط الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. يربط هذا الجسر ما بين ديترويت في ميشيغان مع وينتسور في محافظة أونتاريو الكندية، وهو واحد من أكثر الممرات ازدحاما عبر الحدود الدولية في أمريكا الشمالية. وتشير التقديرات إلى أن 25% من كل تجار هاتين الدولتين يمر عبر هذا الجسر الذي يمتد على طول 2300 مترا. الجسر الثاني، معبر سيفيرين الثاني، الحدود البريطانية الويلزية. هذا الجسر هو واحد من زوجين من الجسور التي تعبر مصب نهر سيفيرين، وهو يربط بين أوست في بريطانيا وبلوروك في ويلز، يبلغ طوله 5000 مترا. الجسر الثالث، جسر أوريسيند، الحدود الدنماركية السويدية. هذا الجسر الذي يربط ما بين كوبنهاجن في الدنمارك مع مالمو في السويد، يبلغ طوله 7845 مترا. الجسر الرابع، جسر الثلاث بلدان، الذي يربط الحدود الفرنسية الألمانية وتقريبا الحدود السويسرية. هذا الجسر يربط فرنسا وألمانيا وسويسرا ويعبر نهر الراين، وهو في الواقع جميل جدا، كما أنه محصول على استخدامه المشاة وراكب الدراجات، ويبلغ طوله 248 مترا. الجسر الخامس، جسر قوس قزح، الحدود الأمريكية الكندية. هذا جسر آخر بين أمريكا وكندا ضمن هذه القائمة، وقد افتتح عام 1941 ويمتد على طول 440 مترا، وهو مفتوح أمام السيارات والمشاة. وبما أن هذا الجسر يعبر وادى نهر نياجارا فإنه يمنح زائريه مناظر خلابة للشلالات المجاورة. الجسر السادس، جسر أوروبا الجديدة، الحدود البلغارية الرومانية. يمتد هذا الجسر عبر نهر الدانوب ويربط ما بين فيدين في بلغاريا مع كالافات في رومانيا، وقد تم افتتاحه عام 2013، وهو ثاني جسر يمتد عبر نهر الدانوب على هذه الحدود ويبلغ طوله 1971 مترا. الجسر السابع، جسر شلالات فيكتوريا، حدود زيمبابوي وزامبيا. بالقرب من شلالات فيكتوريا الرائعة يقع هذا الجسر الذي يعمل كطريق وسكك حديد وممر للمشاة، ويربط ما بين شلالات فيكتوريا في زيمبابوي وليفينغستون في زامبيا، ويبلغ طوله 198 مترا، ويرتفع فوق نهر زامبيزاي لمسافة 128 مترا. استغرق الأمر لبنائه سنة كاملة عام 1905. الجسر الثامن، جسر الملك حسين، الذي يربط الحدود الفلسطينية الأردنية. يسمى جسر الملك حسين أو جسر النبي، الذي يربط الضفة الغربية بالأردن فوق نهر الأردن، يبتعد عن عمان 60 كيلومتر وعن أريحة 5 كيلومترات، ويقع على ارتفاع 273 مترا تحت مستوى سطح البحر، ويستخدم كمعبر حدودي بين الأردن والضفة الغربية. وكان الجسر خشبي ثم حديدي، ثم تم تجديده إلى جسر إسمنتي حديث. الجسر التاسع، جسر لا عودة، الحدود الكورية الجنوبية والشمالية. يقع هذا الجسر في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، وهذا ليس معبرا حدوديا نموذجي، ففي الماضي كان يستخدم لتبادل الأسرى خلال الحرب الكورية في عام 1953، وكان آخر استخدام لهذا الجسر في عام 1968، ولم يتم استخدامه حتى عام 1976، عندما قتل 2 من جنود الولايات المتحدة الأمريكية على يد جنود من كوريا الشمالية. اليوم فإنه لا يزال محاطا بنقاط تفتيش على كلا الجانبين. الجسر العاشر، جسر طاجيكستان وأفغانستان، افتتح عام 2007
وهو يمتد عبر نهر بانج بين طاجيكستان وأفغانستان، ويبلغ طوله 672 متراً.